عام 1808 بدأ محمد علي باشا بناء قصر على شاطئ النيل كاستراحة له بعيداً عن مؤامرات القلعة، عرف باسم قصر محمد علي. مع مرور الزمن اتسعت دوائر العمران حول أسوار القصر الذي أصبح نواة أحد أعرق أحياء القاهرة. سكان شبرا اليوم ليسوا من أسرة محمد علي، أغلبهم من الأسر المصرية العادية المنتمين للطبقة المتوسطة. هؤلاء رغم تزايد الضغوط عليهم وتسارع إيقاع الحياة من حولهم يواصلون العمل من أجل حياة بسيطة كريمة. هالة كمال واحدة من سكان الحي، تخرجت في كلية التجارة وعملت بالتدريس، هي الآن مديرة إحدى المدارس الابتدائية بمنطقة دوران شبرا. قبل ما كنت مديرة كنت بشتغل مدرسة رياضيات. حياتي اليومية كأي مواطن مصري، أول ما بدخل المدرسة ببقى مسؤولة عن 570 طفل و35 مدرس وعامل عندي في المدرسة. لو تخيلت ان اليوم بيعدي بسلام هيكون مش اقل من 50 مشكلة بتتحل. تحية العلم، في الجوار شارع هرمينا المتفرع من شارع خلوصي. هنا يسكن كمال السعيد، وكيل وزارة بالمعاش، عاشق للشعر ولحي شبرا الذي شهد أحداث عمره. كتبت شعري بحد شعر راسي، كنت بكتب في أي ظرف، أكتب وأنا قاعد على المقهى، أكتب وأنا راكب الترام، أكتب وأنا راكب الأتوبيس، أكتب حتى وأنا نايم على السرير وبحاول اروح في النوم. ها هو شارع احمد حلمي، حيث يعيش خالد أبو السعود الموظف في إحدى شركات القطاع العام. من هنا يبدأ رحلته اليومية. وأنا كل ما ظبط كلمة فين يا عم نازل؟ دوران إن شاء الله. بشتغل في الحسابات والأجور، إدارة الحسابات والأجور، شغل القطاع العام والحكومة متعب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. امان لما اكبر او اموت، مش امان في حياتي. يعني الواحد بيتوظف في شركة عشان يحرس معاشه، معاش عياله. يعني انت بتتعب في حياتك في القطاع العام علشان عيالك يستريحوا. بنام قد ايه؟ دي ممكن اكون بنام 5-6 ساعات، وممكن يبقوا اقل، لان اليوم بتاعي مليان. بالقرب من ميدان فيكتوريا في أحد مقاهي الإنترنت حياة أخرى مختلفة. محمد سمير الذي أوشكت قصة حبه على الانتهاء قضى ليلته غارقاً حتى الصباح في غرف الدردشة على شبكة الإنترنت. أنا عندي 25 سنة، ليسانس حقوق. أنا وشباب كتير قوي من سني بتقابلنا مشاكل كتير، زي الشغل مثلاً، بنت عايز ارتبط بيها، بقيت عايشة ايام متلخبطة، معظم الوقت يا اما مع اصحابي على القهوة يا اما مقضيها على الشات نت، يعني لغاية الصبح مش لاقي حاجة اعملها. كمال، هالة،
خالد، محمد. حياة هؤلاء وغيرهم من سكان شبرا بأحلامهم البسيطة المتجاورة تنسج صورة هذا الحي الفريد. حينما كانت هالة في العشرينيات من العمر كانت تريد العمل فقط لإثبات الذات، لكن الصورة على ما يبدو الآن اختلفت. بقى العمل دلوقتي النهاردة حاجة ملحة، لازم ان انا اشتغل، ان ما اشتغلتش الدنيا ما تمشيش، اكيد هيحصل تأثير على بيتي وعلى اولادي وعلى حالتي الاقتصادية وظروفي، ودي متهيألي بقت ظروف كل الناس دلوقتي. ضغوط الحياة لا تؤرق هالة وحدها، فسكان الحي الآخرين من طلاب المدرسة وأسرهم يعيشون نفس الصورة. small smaller bigger شيري. ليه اخترنا smaller؟ stand up. good morning miss Hal. في مشاكل كتير بتقابلني كمديرة مدرسة، زي مثلا المصاريف اللي هي بنعاني في جماعها من أولياء الأمور. الولي الأمر بيبقى نفسه يدخل ابنه مدرسة خاصة، وفي نفس الوقت مش قادر يدفع المصاريف بتاعت ابنه. دي نتيجة طبعا ان في ظروف اقتصادية بتأيده وبتضغطه وبيتعثر في دفع المبالغ دي لآخر لحظة يمكن في السنة الدراسية. الظروف والضغوط التي تتحدث عنها هالة جعلت رجلاً فوق الستين مثل كمال السعيد لا يرغب في النزول إلى الشارع كثيراً إلا لتقاضي المعاش. أنا موجود في شبرا كأحد سكانها من 65 سنة على الأقل. هي نموذج هائل ورائع لكل قيم ومبادئ اللي عشنا عليه وطبينا عليه. السلام عليكم يا رجال. السلام عليكم. الله يخليك. ازيك يا عم كمال؟ الله يخليك. صحتك؟ كل سنه وانت طيب. ازيك يا حاج كمال؟ ازي حضرتك؟ السلام. كل سنه وانت طيب. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. شبرا كانت واخده كتير قوي من اخلاء القريه. منتهى الود، منتهى التعاطف، بنشيل بعض، بنقعد مع بعض، بنسهر مع بعض، وحصل تغير كبير جدا في كل شيء. كل واحد اصبح في حاله، ما حدش بيسال حد، طاحونه داير وبتفرم كل بيجي تحتها. يعني الماديات طغت على كل شيء. وسط الملفات بين كشوف الاستقطاعات والحوافز والمرتبات، خالد غارق في عالم آخر. البيت عايز ايه ده؟ دي كانت بتقولي المكرونة غلي، دي كانت بتقولي الزيت غلي. الواد ده طالب مني كوتش النهاردة لازم اجيبه. البيت عايزة فلوس الدرس. طب انا هجيب المصاريف دي منين؟ عبور خالد أبو السعود لشارع شبرا في مثل هذا التوقيت كل يوم يعني تحوله من موظف براتب شهري إلى بائع باليومية في سوق الراعي الصالح، حيث قواعد اللعبة حتماً مختلفة. اشتغل تاني بعد الظهر عشان اطلع 10 جنيه 20 جنيه 30 جنيه. انا وظروفي اورده صاحب الشغل عليا.
بكافح بمخي في الشركة وبكافح بصوتي وصحتي بعد الظهر عند صاحب المحل اللي شغال معه. بعد انتهاء اليوم الدراسي هالة الآن ليست مديرة المدرسة، إنها ربة المنزل التي ترعى زوجاً وثلاثة أبناء. هي دي الحياة، كل يوم بنفس الطريقة وبنفس الضغط وبنفس في الطحونة والساقية اللي احنا عايشين فيها. كل يوم بنتحرك زي ما يكون الواحد يعني ما بيفكرش، بيجري بيجري ومش ملاحق يخلص، ويبقى عايز يعيش ال 24 ساعة دول 48 ساعة عشان يلحق يخلص بس كل اللي وراه ويعمل كل الحاجات اللي هو عايزها. وهي دي حياتنا كمصريين. عبد الله على السلامة. مساء الخير. ايه الأخبار؟ كله تمام الحمد لله. ميدان رود الفرج الذي كان يضم سابقاً سوق الخضر المركزي بالقاهرة، السوق الآن قصر للفنون والثقافة. كمال السعيد الذي جاء مراراً لنفس المكان عندما كان مفتشاً على التأمينات يأتي اليوم بحال آخر ولغرض مختلف، يحمل أبيات الشعر التي كتبها لمسرحية مدرسية جديدة. ازيك يا محمد؟ ازيك يا أستاذ كمال؟ تأخرت عليك؟ لا لا أبداً أبداً أنا مستني. اتفضل حضرتك. يا ترى جبت الكلمات معك؟ لا طبعاً. حضرتك شوقتني جدا ان انا اسمع الكلمات دي. الله يكرمك خليك. عاشق يا مصر التراب قبل النخيل والنيل، قبل الخضار والعمار والساقيه والمواويل، عشقك ونفس صابع تبقى طول العمر يا ام التاريخ ينحكي في سكتك اناديل. عشقك تسامح وعزمك على الدوام وافي، عاشق ضميرك يا مصر وقلبك الدافي، يا ما عانيتي وشلت في الحياة أحمال، في صبر فائق الحدود ما قلت يا كتافي. صباح النور. الحمد لله. ازاي يعني؟ باباك عايز نعمل في سنتين اللي هو عمله 25 سنة؟ أنا منطق بيقول حاجة زي كده؟ خلاص على مهم ربنا وفقك.
قصة الحب التي كانت قد أوشكت على الانتهاء يبدو أنها انتهت بالفعل. يبدو أن محمد لم يتوقف عند الأمر كثيراً، فنهاية القصة كانت متوقعة. عرفت واحدة محترمة جداً، حبتها وكنت عايز إن أنا أرتبط بيها، لكن حصلت حاجات كتير قوي وقفت في سكتي. بعد ما اتخرجت من الكلية دخلت مهنة المحاماة وقلت أجرب، وقلت يمكن حاجة أنفع فيها، واشتغلت فعلا، بس لقيت الموضوع ده يعني غير اللي أنا كنت متخيله خالص. مستقبلي اللي أنا كنت رسمه في دماغي ما لقيتوش، فطبعا ما حصلش نصيب. في محاولة للصمود، خالد أبو سعود يقتطع دقائق قليلة لتناول الطعام بعيداً عن دوامة السوق. ستة لوكس بعد وقت. بيبدا العصر او يبدا المغرب، ما بصدق يبدا واجرع جامد، وانا داخل غصب عني لازم اشيل كل اللي في دماغي، لان انا واقف بين ايدي ربنا. بتمنى ان الصلاة دي تبقى 8 ركعات 10 ركعات، واعيش فيها مع ربنا براحتي خالص، لانه هو الوحيد اللي مش عايز مني حاجة غير الصلاة. طبعا الحياة من غير ربنا حياة مستحيلة. الواحد لازم طبعا يلقي كل همه وكل ضغوط الحياة على ربنا، وربنا هو دايما اللي بيشيل عنا، وهو اللي بيرشدنا، وهو اللي بيدينا الراحة والسعادة فعلا في الحياة. احنا محتاجين ان احنا نهجم على مملكة ابليس علشان نهزم ابليس في هذا المجال الروحي والنفسي، امراض الروحية والنفسية، وده ملكوت الله. وطالما احنا موجودين في الجسد احنا معرضين للهجوم، وطالما احنا موجودين في الروح فاحنا ينبغي ان نهاجم مملكة ابليس. بعد العبادة هالة وزوجها تقودهما أقدامهما للتنزه معا لدقائق قليلة قد لا يسمح بها إيقاع الحياة اليومية، دقائق قد لا تخلو من فرجة وتسوق في شارع خلوصي الذي يمتد من شارع الترع البولاقية حتى شارع شبرا الرئيسي عند دوران شبرا الشهير. حركة بيع وشراء لا تتوقف، وإيقاع هو الآخر لا يعرف السكون. كمان الشناوي أذكره قبل التمثيل، كان عندي سينما الأمير هنا اللي دلوقتي سنتر، كنت وجود كمال الشناوي
قاعد في شارع خروص قدام العمارة اللي كان ساكن فيها، وحاطط الحامل وحاطط عليه اللوحة اللي شددها وبيرسم. لو حد قعد زي ما كان كمال الشناوي بيقعد ويرسم في الشارع الخلوصي هيقولوا عليه مجنون. ده الفارق بين زمان والنهاردة. الفرق بين زمان والنهاردة كما يقول كمال السعيد جعله يؤثر البقاء في المنزل على أن يكتشف ما يدور خارجه. فخارج المنزل يشعر الرجل بعد كل هذه السنوات بما لم يشعر به يوماً في شبرا. بالرغم اني عايش في شبرا من 65 سنة إلا أني حاسس الأيام دي بغربة شديدة. محمد سمير وأصحابه ليس لديهم ما يكتبونه على الورق مثل كمال السعيد. ما لديهم يهربون منه بالضحك والسخرية. أنا ومجموعة كبيرة جدا من أصحابي معظمنا ما بنشتغلش وبندور على شغل. حاولنا كتير في أكتر من مكان بس كان الموضوع صعب قوي، دايما بيقف يا إما بسبب الواسطة أو بسبب حاجة كتير قوي إحنا ما نعرفهاش. السي في بتاعي قدمته في أكتر من مكان، استني أي رد من أي حتة فيه. كل واحد فينا كمصري بيعيش لأولاده، يعني يتمنى ان هو الأولاد اللي ربنا ادهم له بيكون بيوصلهم للأمان. ولادي التوأم بيتر وجون هم ثانوية عامة، في تانية ثانوي جابوا مجموع حلو قوي، هم شعبة رياضة، نفسي ربنا يكرمهم ويدخلوا الكلية اللي نفسهم فيها. برافو جون، برافو فنان. من بدري بس قاعدة بستمتع بالجمال ده. عايز بقى كوباية شاي برد ممكن؟ وانت يا بيتر هتتعشى ايه؟ ممكن بس يا ماما كده قبل ما تنامي سندوتش صغير وكوباية شاي؟ من عناي يا حبيبي، حاضر هعمل لك اللي انت عايز. اليوم عند خالد في سوق الراعي الصالح أو الممر لم ينتهي بعد. أفضل بقى في العجلة دي طول اليوم لغاية الساعة 12، عايز أروح. لا صاحب المحل لسه شوية، يمكن يجي لنا زبون. ما هيديني فلوس بالليل. يمكن الزبون اللي هيجي بتاع بالليل ده هو اللي هيديني اليومية بتاعتي منه. فأسير. أسير الشغل. كثيرون ينهون يومهم الطويل، أما محمد سمير فهو كما يحب أن يقول مقضيها. اهلا محمد. اهلا استاذ كمال، معلش انا اسف ان انا جاي في وقت متاخر. اهلا بيت الله يخليك. يبدو ان الملحن محمد عوض قد انتهى من الاغنيه سريعا ويريد ان يسمعها لصاحب الكلمات. انا ما عرفتش استنى لبكره الصبح فعملت الكلمات وقلت اجي اسمعها لحضرتك. ايوه بري عجينه. يا رب تعجبك، بس يعجبك اللحن ان شاء الله. ان شاء الله. عاشق يا مصر التراب قبل النخيل والنيل، قبل الخضر والعمار والساقية والمواويل. عاشق يا مصر التراب قبل النخيل والنيل،
الخضر والعمار والساقية والمواويل عاشق ولادك شهامة وعزة ورجولة عاشق حكاوي التاريخ عن مجد وبطولة عاشق ولادك شهامة وعزة ورجولة عاشق حكاوي التاريخ عن مجد وبطولة عاشق تسامح وعزمك عالدوام موافي عاشق ضميرك يا مصر وقلبك الصافي عاشق يا مصر التراب قبل النخيل والنيل قبل الخضر والعمار والساقية والمواويل عاشق وحاسس بدق القلب يا أمي أصل انت روحي وحياتي وعايشة في دمي عشقك وحياتي